بمناسبة الذكرى 18 لتربع محمد السادس ملك المملكة المغربية على العرش، قامت السفارة المغربية حفلا لتخليد هذه الذكرى بحضور السفير المغربي أحمد رشيد الخطابي وعدد من الشخصيات الدبلوماسية. خلال الحفل ألقى السفير المغربي كلمته التي أكد فيها عمق العلاقة الأخوية التي تربط المملكة المغربية بمملكة البحرين. طابع نموذجي للعلاقة المغربية البحرينية صاغت مضامينها نحو التشاور والالتزام بقواعد القانون الدولي، وخاصة احترام سيادة الدول واختياراتها ورفض التدخلات الأجنبية. 30 من يوليو من كل عام يوم يجدد العهد فيه للعلاقة الأخوية بين البلدين، وذكرى خالدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب. في هذا الصدد أقامت السفارة المغربية حفلا يحمل عبارات الشكر والتقدير لقيادة البحرين الرشيدة لرعايتها الكريمة لأفراد الجالية المغربية ودعمها الدائم للسفارة المغربية لتسهيل أداء مهامها. في هذه المناسبة الوطنية المجيدة ذكرى اعتلاء جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلاف المنعمين، نستحضر بكل اعتزاز التقدم الحاصل في مجال تطوير العلاقات الثنائية على كافة المستويات. هذا التعاون النموذجي عرف في السنوات الأخيرة تطورا نوعيا على مستوى الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب وتعزيز المبادلات على كافة المستويات الاقتصادية والثقافية، وكذلك على مستوى بعض القطاعات ذات الأهمية الخاصة كمجال الحقوقي والأمني. ترتبط العلاقة الثنائية بين البلدين بعلاقات راسخة ومتميزة تقوم على أسس قوية وتتشعب في مظاهرها والتنسيق المستمر والدعم المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية والتطابق في وجهات النظر حيال القضايا العربية والإسلامية والدولية. فهذه المناسبة كما قلت نستحضر فيها هذا العمق وهذه القوة وهذه المتانة التي تميز العلاقات بفضل الدعم المتواصل لعاهلي البلدين الكريمين جلالة الملك محمد السادس وأخيه المبجل جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظهم الله. فهناك برنامج عمل نعمل إن شاء الله على تطبيقه على المدى القريب والمتوسط من أجل تطوير هذه العلاقات والنهوض بها إلى مستويات أرحب. خطوات واسعة ومتقدمة على الأصعدة كافة خطتها العلاقة المغربية البحرينية، جسدت من خلالها الحرص على استمرار التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين وتنمية هذه العلاقات وتطويرها وصولا بها إلى أعلى المستويات. من احتفالية السفارة المغربية بذكرى 18 لتربع الملك محمد السادس العرش، لتؤكد هذه الاحتفالية على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين المملكة المغربية ومملكة البحرين. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.